الآن نحن نتواجد في شارع ما يعرف بدب الجوع، وهو الشارع الذي يمر من أبينيدا إلى سينيديال، حيث الباعة ديال الغلالة والبطاطا والكليانتين. أكرمك الله. بحال اللي كيقول لك الغلا الغلا على المسكين، المسكين 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 كياكل هنا، ولكن ما يهضرش انت على المسكين. نعم يلا اخي، اسمع يا اخي. نعم يا اخي. واعلم يا اخي ان المسكين ليس ذاك الذي في نظر الناس ومفاهيمهم. نعم. اذا كان المسكين في نظر الناس ذاك الرجل الذي يلبس عباءة بها رقعا او صندالا من خفة نعل قديم، فانهم قد اخطأوا الخطأ الفادح في حياة الناس. نعم. انما المسكين ذاك الذي قد سكنت في قلبه سكينة رحمة ربه. واعلم يا اخي ان سيد المساكين الا وهو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي فتح عينه على الدنيا فوجد نفسه يتيما محروما من الاب والام قبل كل شيء، ذاك الرجل الفقير الذي لا يسكن بيتا على من يرعى عنهم الغنم من ابناء عمومته من بني قريش بقريه يترب، يا اخي العزيز ان السكينه هي المسكنه في حقيقه الامر، وليس الثوب والهندام والحسم والنسب. نعم. أو ما لك بين أديك. نعم. لأنه أعوذ بالله من ثلاث، أنا أعوذ بالله من قولة أنا ومن أكون أنا إلا عبد رب العالمين في بلاد الله بين عباده، وإن الله لا ينظر إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا المنظور الحقيقة في هذا المسكين ليس ذاك الذي يفهمونه الناس بمفاهيمه الخاطئة. نعم. إنما المسكين من سكنت السكينة في قلبه رحمة رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جزاكم الله خيرا. الرحمة التي يرجوها كل إنسان. واعلم يا أخي إن مثل الناس على الأرض مثل ذاك الذي يسكن القصر كمثل ذاك الذي يسكن الخيمة كمثل ذلك الذي فراشه الأرض وغطاؤه السماء. نعم. بالدليل والبرهان والسلطان العظيم. نعم. وما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة. إذا كل من يمشي على الأرض مسكين يا أخي. شكرا أخي، جزاكم الله خيرا. ما اسمك الكريم؟ اسمي علاء الدين، اسم على مسمى. مغربي من أي مدينة؟ إن مسقط رأسي في الحقيقة مدينة العلاء. أوه، أنت رئيس قحير. أنا مغربي. نعم. الجنسية عربي أصلي. نعم. أسكن حاليا في مدينة وزان دار الضمانة. دار الضمانة. نعم. واعلم يا أخي أن لا فرقا بيننا مهما كنا في أي تراب من تراب بلاد الله. نعم. فكلكم من آدم وآدم من تراب، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. واعلم يا أخي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال الله فيه: إني خلقت الكون وجعلته لمحمد، وخلقت محمدا وجعلته لي، فمن أحبه أحببته ومن أبغضه أبغضته، وإنه ولي وأنا ولي، والله ولي المؤمنون والمؤمنون أولياء الله، ومن عاداه لي أقمتها عليه حربا إلى يوم القيامة. الله مولى المؤمنين وما للكافرين من مولى. للحديث بقية يا أخي. وحينما نقول للحديث بقية، إن لم يتم هذا الحديث بهذه الدنيا فبقيته بدار البقاء. نعم. لأنها هنا في دار الفناء. السلام عليكم.